توعد الشباب وتوعد الأهالي وشيوخ العشائر بالخروج، يعني خرجوا اليوم خروج طبعا بالأيام القادمة، وخروج ممكن راح يكون يوم غدا خروج جدا يعني كبير، واليوم أيضا. فهذا الملف جدا جدا حساس. اليوم صرح محافظ واسط أنه أقام دعوة على وزارة الكهرباء، ولكن ما أي فائدة من هذه الدعاوي. لكن أيضا اليوم أنا أحمل المسؤولية إلى أعضاء مجلس النواب المتواجدين بالمحافظة، هل هم بعيدين عن أزمة الكهرباء بالمحافظة اليوم؟ أين يعني أين حقيقة يعني يؤسفني أقول يعني أنه أعضاء المجلس اللي انتخبوهم الناس واللي اليوم اللي مهمتهم رقابية بالمحافظة جاي نشوف أنه قاعدين بمكاتبهم ومرتاحين والناس نايمة بالشوارع على مود أبسط الحقوق وهي الحقوق الكهرباء. لكن أنا ختاما أقولها بصريح العبارة، اليوم هنالك أطراف داخلية وخارجية لن تسمح ولم تسمح بأن تحل أزمة الكهرباء، لأن هذه الأطراف هي المستفيدة من أزمة الكهرباء، مع ممكن مراضات أعضاء المجالس وممكن مراضات الحكومات المحلية. وجاي نشوف أنه أغلب الأحزاب هي اللي موجودة بالمجالس وموجودة بمجلس النواب. فهذا الملف ربما راح يكون من يشكل أزمة جدا كبيرة بالبلد وعودة الاحتجاجات بشكل أكبر. ومن المستحيل بعد أنه نصمت على هذا الملف ونصمت على أبسط الحقوق اللي ممكن ينالها المواطن، خصوصا المواطن الواسط اللي يعتبر محافظته من المحافظات المنتجة.